أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. أفلم يهد لهم أي لأهل مكة، لكفار قريش، لكفار العرب، للكفار عامة، كم أهلكنا قبلهم من القرون، أي من أهل القرون، عاد وثمود ومدين وصالح والمؤتفكات وما إلى ذلك. فلو فكروا، لو كانت لهم عقول سليمة صحيحة، لعرفوا أنهم كالأمم السابقة أهلكها الله لما أبت أن تستجيب لدعوته وكذبت رسله وحاربت. لو فكر أهل مكة والقريشيون هذا التفكير لنجوا، ولكن مع الأسف لا عقول لهم. أفلم يهدي لهم ويبين لهم الطريق، طريق النجاة، فعلنا بالأمم السابقة كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكن في طريقهم إلى الشام إلى مصر، ويشاهدون آثارهم وفي الجنوب، جنوب اليمن، عاد، ثم ما في هذا من الآيات؟ والله لآيات أوضح من الشمس والقمر، ولكن لأولي العقول. إن في ذلك لآيات بينات واضحات تدل على أنه لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن البعث الآخر حق، وأن الحياة الدنيا كالآخرة، لا سعادة ولا كمال إلا بالعمل بما يشرع الله من أقوال واعتقاد وأعمال. ولكن لأولي النهى أي لأصحاب العقول، إذا وقفت على مدائن صالح وشاهدت تلك المدن الخاربة، أين أهلها؟ أين سكانها؟ كيف أهلكهم الله؟ لماذا؟ لأنهم كفروا وعصوا وفسقوا وعقروا الناقة وفعلوا الأعاجيب بصالح عليه السلام فأهلكهم. المؤتفكات، مدين وما إلى ذلك. ولكن يقول تعالى إن في هذا الذي سمعتموه آيات واضحة لأولي النهى، والنهى جمع نهي وهو العقل، لأولي العقول. صاحب العقل يفكر، يهديه عقله، يبين له الطريق، يعصمه، يصرف عن الباطل والشر. والذي لا عقل له كالأحمق والمجنون ما يجد شيئا.
ثم قال تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لكان عذابهم لازما، لشدة كفرهم وطغيانهم وظلمهم. لولا كلمة سبقت، وهي أن الله ما كتب أن يهلكهم، كتب أن يؤخرهم ليؤمنوا ويسلموا. ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى في كتاب المقادير لكان عذابهم لازما لا ينفك بسبب كفرهم وعنادهم، ولكن ما قضى الله هذا ولا قدر في كتاب المقادير، فلهذا يؤخرون، يموت من يموت ويدخلون في الإسلام كما تم ذلك. مرة ثانية: أفلم يهدي لهم أن يبين لهم الطريق، كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، والمراد من القرون أهل القرون، والقرون جمع قرن 100 سنة سكان تلك البلاد. إن في ذلك لآيات علامات واضحة، ولكن لمن؟ لأولي النهى، لأولي العقول والبصائر. ثم قال تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان عذابهم لازما، يبيدهم كما أباد عاد وثمود، ولكن سبق في قضاء الله وقدره أنه لا يبيدهم بالعذاب لما يعلم ما يحدث بعد ذلك. ثم قال تعالى: فاصبر يا رسولنا صلى الله عليه وسلم، فاصبر على ما يقولون. ماذا يقولون؟ قالوا محمد ساحر، آخر قال مجنون، قالوا كاذب، قالوا مفتري، قالوا. فهل فيكم من يطيق هذا الكلام في نفسه؟ أنت فقط لا يقال لك ساحر، ترضى؟ مجنون، كذا، كذاب، وكل هذا قالوه. فأمر الله تعالى رسوله أن يصبر، فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل إلى آخر ما ذكر، يعني واستعين على الصبر بعبادة الله وذكره. عبادة الله وذكر عون كبير للمبتلى، فيجد صبرا في ذلك ويطيق أن يتحمل الأذى ممن آذاه. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهنا صلاة الصبح وصلاة العصر. صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، صلاة العصر قبل غروبها، هنا وقتان، أول النهار وآخر النهار، بهذا يستطيع أن يصبر. ثانيا: ومن آناء الليل، آناء الليل العتمة من المغرب إلى قبل الفجر، الآناء جمع إنا الوقت المعروف بالعتمة في الليل، ومن آناء الليل أي ساعة الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وفي هذا آناء الليل صلاة المغرب وصلاة العشاء، وقوله وأطراف النهار صلاة الظهر، لأن طرف النهار أوله وآخر طرفان، فالظهر في طرفي النهار، نصف الوقت قبل الظهر ونصف بعده. فكانت الآية تحوي أوقات الصلوات الخمس، ويوجد غيرها من الآيات يدل على أوقات الصلوات الخمس، وهذه الآية ظاهرة. إذن وسبح بحمد ربك، والمصلي يسبح وإلى لا، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم 3 أو 5 أو 7 في كل ركعة، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى 3 أو 5 أو 9 في كل سجدة يسبح. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس
وقبل غروبها، صلاة الصبح وصلاة العصر. ولهذا صلاة الصبح وصلاة العصر لهما شأنهما. الحديث يقول: من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين أي صلاة الصبح لأن في البرد، وصلاة العصر في البرد آخر النهار، من صلى البردين دخل الجنة. ومن آناء الليل أي ومن ساعات الليل فسبح كذلك، وهو المغرب والعشاء، وأطراف النهار الظهر، لعلك ترضى بما يعطيك ربك وما يعزك وما يكرمك، لتتهيأ لرضا الله عز وجل. هذا عزاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته. إذا ضاقت بك البلاد وأوذيت فاصبر واستعن على الصبر بالصلاة بالليل والنهار والذكر والتسبيح، كما أرشد الله رسوله إلى ذلك. ثم قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. نهى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ألا ينظر في دنياهم. مر يوما ببل بني المصطلق سمين على في مباركها، لف عمامه هكذا ولم ينظر، تقنع ولم ينظر إليها امتثالا لأمر الله. ولا تمدن عينك ما تنظر إلى ما أعطاهم الله. فالآن الحمد لله إذا شاهدت عمارة عالية تسلم وتنجو، إذا شاهدت سيارة من سيارات 200,000 و500,000 لا غمض عينيك، تسلك مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا تمرض وتهلك. فالله أرشد رسوله هذا ولا لا، حتى لا يعاني ولا يتعب من الآلام النفسية. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به رجالا منهم ونساء أيضا زهرة الحياة الدنيا. سميت هذه الزخارف زهرة لأن الزهرة تذبل بسرعة وتفنى، هذه الأموال وهذه العجائب كلها زهرة. الزهرة تبقى كم يطول عمرها؟ ساعات وتيبس، زهرة الحياة الدنيا. فأقول لكم وأنا أعمل بما أقول: إذا شاهدت عمارة ضخمة والله لا نتمناها ولا نرجو أن نعطاها ولا نريدها فاصرف رأسك. شاهدت سيارة قالوا هذه 200,000 500,000 كذا، ما تنظر إليها، لا تلتفت إليها، زيدوا أشياء أخرى معي. قال بستان، حديقة، مزرعة، كذلك إلوي راسك ولا تلتفت إليها، وسبح بحمد ربك. هذا إرشاد الله لرسوله والمؤمنين. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيها، لنفتنهم وإلا لا، في هذا الذي أعطاهم. فالذين أوتوا منا الأموال مفتونون، فلا تعجب لذلك. كان عروة بن الزبير رضي الله عنه خالة عائشة رضي الله عنها إذا شاهد من هذا النوع عند السلاطين والملوك الأغنياء ثبات يغمض عينيه ويبعد وقول الله أكبر، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا بأزواج منهم. وبهذا يصبح إخواننا الأغنياء آمنين، لا نحسدهم ولا نغتبط حالهم ولا نود أن نكون منهم، أرحناهم وأرحنا أنفسنا. ما كل ما يمر بعمارة، كل ما يمر بسيارة قلبه يحترق، لا 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 لا، أسلك مسلك رسول الله
الذي اختاره الله له. اسمع ما يقول تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بأزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. رزق ربك الذي يرزقك خير وأبقى من هذا ما يفنى، الدار الآخرة ما تفنى، الجنة خير من الدنيا. أما الدنيا فانية ولا لا؟ مات فلان انتهت. ومن توجيهات الله لرسول المؤمنين يقول تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والأهل الزوجة والولد والأقرباء، والرسول أهل الأمة كلها، أهله أهل محمد كل تقي. وأمر أهلك بالصلاة، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة: صلي يا فاطمة، يوقظها لصلاة الصبح. وكان عمر يدخل على أهله ويوقظهم وهو يتلو هذه الآية ويتردد ويرددها: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وإذا كان الزوج أو الولد ما يستقم ما يقيم، صب الماء على وجهه، ما هو برميل وإلا جالون، يعني رش عليه الماء، والله لسن هذه. إذا ما استيقظ ناديت إبراهيم: اسمع قوم صلي، ما أصدق حفنة ما رش على وجهه يقوم، امتثال لأمر الله تعالى. وأمر أهلك بالصلاة والصبر، تحمل الصبر ما وهين، تكلف الصبر والصبر عليها. لا نسألك رزقا، لا نطلب منك أن ترزقنا يا رسولنا، ولكن نحن نرزقك. والعاقبة للتقوى، العاقبة الحسنى، العاقبة في الدنيا وفي الآخرة لأهل التقوى، والله العظيم العاقبة الحسنى في الدنيا والعاقبة الحسنى في الآخرة وهي الجنة لمن؟ لأهل التقوى. من هم أهل التقوى؟ بنو هاشم، بنو فلان، من هم؟ المؤمنون في صدق، المتقون لربهم لا يخرجون عن طاعته، إذا قال قولوا قالوا، وإذا قال اسكتوا سكتوا، كلوا أكلوا شربوا شربوا، لا تأكل لا تشرب، لا يأكل ولا يشرب. ومعنى هذا أوامر الله في كتابه وعلى لسان رسوله يفعلونها بعشق وحب وقرب من الله، والمنهيات المحرمات كذلك يبتعدون عنها ويتركونها بغضا لها وطاعة لله عز وجل. هؤلاء هم أهل التقوى. اسمعوا الآيات مرة ثانية: أفلم يهدي لهم. من هؤلاء؟ أهل مكة. كم أهلكنا قبلهم من القرون، أي من أهل القرون، يمشون في مساكنهم في طريقهم في الأسفار. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. سألوا الله أن يرزقنا عقولا صحيحة سليمة معافاة، لأن العقل قوى باطنية تعقل صاحبها عن الوقوع في المهالك. ولولا كلمة سبقت من ربك يا رسولنا لكان لزاما. وأصل الكلام: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان العذاب لزاما، في تقديم وتأخير لأجل هذا السجع، لأن مسمى أنها كلها ترضى كالسجع، يكون الجمال فوق الكمال. والأصل: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان عذابهم لازما لا محالة، لكن قضى الله بعدمه. فاصبر على ما يقولون. نصبر نحن وإلى ما نصبر؟ ها
هذا يقول دجال، هذا كاذب، هذا مفتري، هذا مبتدع، هذا كذا، وهابي طحان كما يقولون. فاصبر يا عبد الله، لقد صبر من هو أعظم منك؟ قالوا ساحر شاعر كذاب فتان لا غير ذلك. فاصبر على ما يقولون واستعين وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقتان هنا وإلى لا، الصبح والعصر. ومن آناء الليل أي ساعة الليل فسبح المغرب والعشاء وإلى لا، وأطراف النهار الظهر، الصلوات الخمس. وقيام الليل داخل في آناء الليل، ساعات الليل. على الأقل صلي 4 ركعات بعد صلاة العشاء وأوتر، ما في كلفة. صلي العشاء 4 ركعات وأوتر كل ليلة، صلي الشفع والوتر مجموعة 7 ركعات، قمت الليل والحمد لله. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، والعياذ بالله. ورزق ربك خير وأبقى من متاع الدنيا وضلالها. وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها، واصبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. والآن مع هداية الآيات فتأملوها ففيها العلم الواسع. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير مبدأ العاقل من اعتبر بغيره. أول ما في الآيات من هداية مبدأ، وهو العاقل من اعتبر بغيره. العاقل الذي يعتبر بغيره، والذي يرى الناس يتخبطون في الفتن دماهم تسيل وما يعتبر، ما هو عاقل أبدا. لماذا؟ لأن الله قال لهم أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم لما ما يتوبون قبل أن يهلكوا كما هلك الأولون. العاقل منا من اعتبر بغيره، رأى شخصا هلك في الأموال يتخلى عنها، رأى شخصا أصيب بالتخمة ما يأكل كثيرا، وهكذا يعتبر بغيره. نعم. ثانيا بيان فضيلة العقل وشرف صاحبه وانتفاعه به. أي نعم، بيان فضيلة العقل وشرف صاحبه وانتفاعه به. نعم، من أكبر النعم العقل. العقل من أكبر من السمع والبصر واللسان واليد والرجل. فالذي أعطاه الله عقلا يجب أن يحمد الله تعالى على ذلك ولينتفع بهذا العقل، أي يعقل نفسه دون مساخط الله. إذا نفسه زينت له أن يترك واجبا أو فريضة يعقل نفسه ولا يفعل ذلك. دعته إلى أن يعصي الله بفعل محرم يعقل عقله ويثبته في مكانه ولا يفعل المعصية. نعم. ثالثا وجوب الصبر على دعوة الله والاستعانة على ذلك بالصلاة. وجوب الصبر على دعوة الله والاستعانة على ذلك بالصلاة. وجوب الصبر على ماذا؟ على دعوة الله وعلى عبادة الله مطلقة، ومنها الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على ذلك والاستعانة بماذا؟ بالصلاة. الصلاة من أكبر المعينات للعبد، إذا أقام طابت نفسه وطهرت، وبعد ذلك لا يرضى بالخبث ولا يقع فيه. نعم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. رابعا بيان أوقات الصلوات الخمس والحصول على رضا النفس بثوابها. بيان أوقات الصلوات الخمس في الآية كما قدمنا،
أقيم الصلاة طرفي النهار يعني الصبح والعصر ومن آلاء الليل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل أي ساعة الليل فسبح صلاة المغرب والعشاء وقيام الليل لعلك ترضى أي تحصل على ما يرضيك من رضا الله عز وجل وإكرامه لك وإنعامه عليك يعطيك ما ترضى به الجنة دار السلام. نعم. خامسا وجوب عدم تعلق النفس بما عند أهل الكفر من مال ومتاع لأنهم ممتحنون به. أعد لهم وجوب عدم تعلق النفس بما عند أهل الكفر والفسق والفجور من مال ومتاع. وقد بينا لكم حتى العمارات والسيارات اصرف نفسك عن هذا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم أي رجالا ونساء. نعم. سادسا وجوب الرضا بما قسم الله للعبد من رزق انتظارا لرزق الآخرة الخالد الباقي. وجوب رضا العبد بما قسم الله له من رزق قل أو كثر ولينتظر ما عده الله لأوليائه يوم القيامة أو بعد موته في دار السلام. سابعا وجوب الأمر بالصلاة بين الأهل والأولاد والمسلمين والصبر على ذلك. وجوب الأمر بالصلاة في الأهل والمسلمين كما قدمنا وبخاصة الأسرة زوجتك أولادك والدك أمك إذا دخل وقت الصلاة يجب أن تأمر صلوا 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 كما كان رسول الله وأصحابه يفعلون. أما أن تترك أولادك نائمين أو زوجك أمك وتخرج تصلي وتعود وهم لا يصلون لا يحل هذا أبدا. أولا أيقظهم قوموا صلي. نعم. قال المؤلف غفر الله له ولنا ولوالدينا أجمعين عند قول الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وجميع أمته تابعة له في ذلك. نعم. فكل مؤمن يجب عليه أن يقيم الصلاة وأن يأمر أهله بذلك وأن يصبر. روي أنه لما نزلت هذه الآية كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بنته فاطمة كل صباح وقت الصلاة وكان عمر رضي الله عنه يوقظ أهل داره لصلاة الليل ويصلي وهو يتمثل بالآية. وكان عروة بن الزبير إذا رأى شيئا من أخبار السلاطين وأحوالهم بادر إلى منزله فدخله وهو يقرأ ولا تمدن عينك. أنا قلت لكم هذه العمارات الشاهقة وهذه السيارات الباهرة لا تمد عينك لها غمض عينك واصبر تكون أخذت بهداية الله عز وجل. نعم. ثامنا فضل التقوى وكرامة أصحابها وفوزهم بحسن العاقبة في الدنيا والآخرة. نعم. اللهم اجعلنا من أهل تقواك يا رب العالمين. تاسعا وأخيرا إقام الصلاة بين أفراد الأسرة المسلمة ييسر الله تعالى به أسباب الرزق وتوسعته عليهم. إقام الصلاة في الأسرة والمحافظ عليها من أسباب تيسير الرزق وتسهيله والله عز وجل يرزقهم.